السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي طالبات الصف الثاني، أهلا بكم اليوم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، وهو درس المزيد من التمثيلات بالنقاط، الجزء الثاني، صفحة 350. الهدف من الدرس قياس أطوال الأشياء باستعمال المسطرة وإنشاء تمثيل بالنقاط لتنظيم البيانات. تعلمنا في الحصص السابقة كيف نقيس أطوال أشياء وتمثيلها بشكل نقاط، واليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نمثلها أيضا بالنقاط على خط الأعداد. السؤال رقم 10، هذا الجدول فيه أطوال أقلام التلوين بالسنتيمتر، يجب أن نستعمل هذه البيانات الموجودة في هذا الجدول لإكمال التمثيل بالنقاط، ثم استعمل التمثيل بالنقاط لحل المسائل أدنى. هذا الجدول فيه أعداد تمثل أطوال أقلام التلوين بالسنتيمتر، نلاحظ أن هناك أقلام طولها 5 سنتيمتر و6 و7 و8 سنتيمتر، سننظم هذه الأطوال بالتمثيل بالنقاط على خط الأعداد. نلاحظ أن خط الأعداد ليس فيه أرقام، إذن يجب أن نكتب هذه الأرقام. سنبدأ أولا بأقل رقم موجود في الجدول وهو 5، ثم نكمل تصاعديا 6 7 8 حسب طول الأقلام الموجودة في الجدول. نضع الآن العنوان المناسب لخط الأعداد، نرى أن أقلام طول الأقلام بالسنتيمتر، إذن يمكن أن يكون العنوان المناسب هو عدد السنتيمترات لأن أطوال الأقلام بالسنتيمتر، أما العنوان المناسب للتمثيل بالنقاط هو أطوال الأقلام أو أطوال أقلام التلوين. نعد الآن أقلام التلوين لتسجيل هذه الأطوال على خط الأعداد بالتمثيل بالنقاط. نرى كم قلم لدينا طوله 5 سنتيمتر، نعد الأقلام، كل قلم نعده نضع عليه خط أو نشطب هذا الرقم، 1 2 3 4، إذن هناك 4 أقلام لها طول ب 5 سنتيمتر. سأرسم الآن أو سأضع 4 نقاط على الطول 5 عند الرقم 5 على خط الأعداد، 4 من النقاط. ننتقل الآن الطول 6، كم قلم لدينا طول 6 سنتيمتر في الجدول، نعد، 1 2 3 4 5 6 7، هناك 7 أقلام طولها 6 سنتيمتر، إذن سأرسم 7 من الدوائر عند 6 سنتيمتر. أنتقل إلى الطول 7، أعد الأرقام أو الأقلام التي طولها 7 سنتيمتر، 1 2 3 4 5، نلاحظ أن هناك 5 أقلام طولها 7 سنتيمتر، إذن سأرسم 5 دوائر عند 7 سنتيمتر. آخر طول لدينا وهو 8، نعد 8 الموجودة في الجدول، 1 2 3 4، إذن سأرسم 4 دوائر عند الطول 8 على خط الأعداد. ملاحظة مهمة يا بنات، يجب أن يكون عدد النقاط الموجودة على خط الأعداد مساوية لعدد الأرقام الموجودة في الجدول، يعني لدي هنا 20 نقطة بالمقابل لدي 20 رقم في هذا الجدول. انتهينا الآن من تمثيل أطوال الأقلام بالسنتيمتر على خط الأعداد. نرى أن هناك أطول
أطول عدد من النقاط أو أكثر هو الأكثر تكراراً، وهو 6 سنتيمتر، لأن هناك 7 من الأقلام طولها 6 سنتيمتر. السؤال 12، كما تعلمنا سابقاً كيف نقيس طول هذا القلم؟ نقيس طول القلم الأزرق إلى أقرب سنتيمتر، اكتب الطول أدناه، ثم أسجل القياس على التمثيل بالنقاط الذي أنشأه أعلاه في التمرين 10. سنقيس طول هذا القلم كما تعلمنا سابقا، نقيس طول القلم باستخدام المسطرة، نضع طرف القلم عند الصفر وننظر إلى الطرف الثاني للقلم، نرى أن القلم ينتهي بين 6 و7 سنتيمتر، لكن القلم أقل من إشارة المنتصف، إذن طوله هو 6 سنتيمتر. أسجل الآن قياس القلم على التمثيل بالنقاط الذي قمنا بإنشاء قبل قليل في التمرين 10. كان طول القلم 6 سنتيمتر، إذن سأضع نقطة عند الطول 6 سنتيمتر، سيزداد طول عدد التكرار هنا، بدل ما كان 7 في السابق سيكون 8، إذن عدد الأقلام التي طولها 6 سنتيمتر هي 8 أقلام. شكرا لكم، إلى لقاء في حصة جديدة إن شاء الله.